ندمت وبكيت وقهرت، وماما قالت يلا لا تبكين، وقالت راح خلوك رجل اصطناعية. قلت الحمد لله وبس تلقاه ألف مرة، حتى ميلاد من صارت رجلة، قلت الحمد لله على كل حال، المهم نفسها وياي. ما أريد أطول القصة، أريد على السريع بور كل البنات هسه عيدامون وعيدرسون، أريد أكمل دراستي، هم أريد أساعد أمي، وأريدها ما أحقق حلمي، وأريد أصير دكتورة.